تعرف بسامي. متابعينا مشاهدينا الاعزاء متواصلين وياكم شوط يليه الاخر، حيث اعلنت بدايه وانطلاقه شوطنا الثامن عشر وشوط الختام، حيث ختام امسك في الفتره الصباحيه. ولمن يظفر بهذا النوماس وبهذا الانتصار الغالي ونقطة ثمينة على أرضية هذا الميدان. متابعينا مشاهدينا الأعزاء أنطلق وإياكم متابعينا الكرام لأتابع مجريات هذا الشوط وشوط اللقاية للإبكار، وشوطنا الثامن عشر حيث الأسماء المنطلقة والشعارات المتواصلة والقادمة من على أرضية هذا الميدان. أول المراكز وأول المنطلقين الجوحرة وشعار ماجد بن غازي السالمي، من يقدم لنا شعاره وانطلاقة شعاره مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني التواجد والقدوم من المركز الثاني حيث الوصول من بنت النمر وشعار أمشوح بن عساف العنزي، من يقدم لنا شعاره في المركز الثاني يتواجد ويقدم لنا هذا الشعار. المركز الثالث وصلت رمانة وانطلاقة رمانة عيد بن بريا بن حمود الخضري، من يقدم لنا شعار في المركز الثالث. المركز الرابع وصلت سيوف فهد بن معوض بن مطلق الحارثي، من يقدم لنا شعاره في المركز الرابع يتقدم بوصول سيوف. المركز الخامس حيث الوصول وحيث القدوم من خامس الأسماء لأتابع، وتتابعون المركز الخامس حيث الوصول والقدوم من مرضية. وصلت مرضية حلان وشعار حمد بن محمد بن سالم الوحيبي، يقدم لنا شعاره في المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت لطامة وسالم بن محمد بن مبارك الدوسري، من يقدم لنا شعاره في المركز السادس. سابع الأسماء وصلت وتقدمت طور من تصل الآن عبد الرحمن بن عيد بن شتاوي الأعطوي، من يقدم لنا شعاره في المركز السابع. المركز الثامن حيث التواجد والقدوم من ثامن الأسماء وصلت إحدى البطلات إحدى المتقدمات الآن لتصل بحثا عن سلام، وصلت بلشة ومحمد بن حمد بن جابر الغفراني المري، يقدم لنا شعاره ويصل في المركز الثامن. المركز التاسع حيث من تتقدم الفائز وماجد بن مبارك بن عبد الله القحطاني، بينما المركز العاشر ومن اختتم به النداء لأتابع جمايل وانطلاقة جمايل فهد بن ناصر بن سالم المكسور، يقدم لنا شعاره. ولكن عودتنا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء حيث الأسماء حيث الشعارات، متابعينا الكرام وفي كل مكان حيث نتابع الأسماء وحيث ما قال الشاعر دور اللي ركضها ما هو بعادي واترك العادي حلما يحتويها، للركض مبدأ وللميدان نادي وللنواميس العظيمة مبدعيها. متابعين الكرام أعود وإياكم إلى من تنطلق وإلى من تتواجد في الصدارة، أن تنطلق البلورة، من تنطلق مع البداية وشعار سلطان بن ماضي بن مسعود الجهني وصل مشوح بن عساف، من يقدم لنا شعاره وينطلق بانطلاقتها هذه البطلة. الله الله الله، يا من تريد النوماس ركز، ويا من تريد الانتصار ركز.
مركز الأسماء، بينما الكيلو متر الأخير كيلو ما بعد ايات كيلو غيرت الفايز. وماجد بن مبارك بن عبد الله القحطاني من قدم لنا شعار، بينما من الجانب الأيمن مرضية، مرضية للجماهير، مرضية للمحبين، تبحث عن الانتصار لإرضاء جماهير هذا الشعار. وحمد بن محمد بن سالم الوحيبي، بينما أبو عساف ينطلق مشوح بن عساف العنزي مع انطلاقة بنت النمر، تتحرك الآن من أجل النوماس، من أجل الانتصار والصلح للطلايب، بحثا عن السلام. الأمطار الأخيرة، أمطار الجنون، أمطار فنون المضمرين، كل يبحث عن الفن، كل يبحث عن النقطة، كل يبحث عن الانتصار. النوماس لمن؟ الانتصار لمن؟ بنت النمر وكذلك جلمودة والقادمة كذلك مرضية. الله الله الله، ما بين مرضية والفايزة وبنت النمر، لمن الانتصار؟ لمن السلام؟ غير أبو عساف، غير أبو عساف، يبحث عن الانتصار. روح بالسلام يا أبو عساف، أمشوح بن عساف الأعنزي. السلامات إلى أبناء ميدان القصيم، ويبقى النوماس على أرضية ميدان القصيم. سلام لمالك بنت النمر، سلام أمشوح بن عساف الأعنزي من قدم لنا شعار بهذا السلام وبهذا الانتصار، ونقطة ثمينة على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني، المركز الثاني، التواجد والقدوم من مرضية وحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث، وصلت الفائزة وماجد بن مبارك بن عبد الله القحطاني. المركز الرابع، المركز الرابع والخامس. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أعود وإياكم إلى لحظات وصول هذه البطلة نحو النوماس ونحو الانتصار الغالي. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، من الإعادة إفادة متابعينا الكرام في كل مكان وفي كل زمان، أعود وإياكم إلى لحظات وصول بنت النمر نحو الانتصار الغالي وشعار مشوح بن عساف الأعنزي من قدم لنا شعاره. 6:33 و69 جزءا من الثاني. المركز الثاني مرضية، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. 6:35 و93 جزءا من الثاني. المركز الثالث، الفائزة ماجد بن مبارك بن عبد الله القحطاني، و6:36 و65 جزءا من الثاني. المركز الرابع، غنايم بندر بن عيد بن نجم العطوي. والمركز الخامس، بلشة ومحمد بن حمد بن جابر الغفراني المري. متابعينا ومشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.